أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثنا اليوم تحت عنوان الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته، لن تخلو الأرض من الحجة. لن تخلو الأرض من الحجة. الإمام الصادق عليه السلام يكشف أكذوبة هذا القول، أكذوبة هذا المعنى الذي يعتمده الشيعة القبورية للاستدلال على الإمامة وملازمات الإمامة من العصمة وعلم الغيب والولاية التكوينية والسيطرة على العوالم وعلم ما كان وما يكون وإلى غير هذه المعاني. والكلام في خطوات، خطوة أخرى، خطوة رابعة، إن القرآن الكريم قد كذب تدليس الشيعة ومزاعمهم، قد كذب تدليس الشيعة وكذب مزاعم الشيعة في لن تخلو الأرض من الحجة. إن القرآن الكريم قد كذب تدليس الشيعة ومزاعمهم في لن تخلو الأرض من الحجة، فقد صرح القرآن بوجود الفترة من الرسل وبانقطاع الرسل عليهم السلام وبخلو الأرض من الحجة وخلوها من الرسول والنبي والعالم والحجة، كما في الفترة التي سبقت بعثة نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الصادق عليه السلام قد بين وأكد المنهج القرآني في تكذيب الشيعة ومزاعمهم في لن تخلو الأرض من الحجة. لقد صرح وأوضح إمامنا الصادق عليه السلام على انقطاع الرسل ووقوع الفترة من الرسل ما بين آدم ونوح عليهم السلام، وكذا ما بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إن موثقة الحلبي والأصول الستة عشر والأصول الأربعمائة توافق القرآن وتؤكد على تكذيب القائلين بلن تخلو الأرض من الحجة. خطوة أخرى، خطوة خامسة، في الأصول الستة عشر من الأصول الأربعمائة في أصل زيد النرسي، في أصل زيد النرسي في صحيحة، في صحيحة وموثقة الحلبي، قال محمد بن علي الحلبي: كانت الدنيا، هذا سؤال، كانت الدنيا قط منذ كانت وليس في الأرض حجة؟ الإمام الصادق يجيب سلام الله عليه، قال الإمام الصادق عليه السلام: قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة. قال الإمام الصادق عليه السلام: قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة، وذلك بين آدم ونوح عليهم السلام في الفترة. إذن هنا يقول كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة، وذلك بين آدم ونوح في الفترة. ولو سألت هؤلاء، لو سألت الزنادقة، لو سألت الشيعة القبورية، لو سألت المرجئة، لو سألت المدلسة، لو سألت المراجع الزعماء، لو سألت القصاصين الروزخونية، لو سألت الشيعة، ماذا يقولون؟ يقول الإمام سلام الله عليه: ولو سألت هؤلاء عن هذا لقالوا لن تخلو الأرض من الحجة، وكذبوا. كذب الأصوليون، كذب الأخباريون، كذب الشيعة، كذب القبورية في قولهم لن تخلو الأرض من الحجة. وقد حصل المبنى، مبنى الإمام، على هذه الجملة وعلى هذه الواقع المكذوبة. إذن الإمام يؤكد سلام الله عليه على الزنادقة في هذا العصر وفي ذلك العصر، يقول لو سألت هؤلاء عن هذا لقالوا لن تخلو الأرض من الحجة، وكذبوا. إذن يقول الإمام الصادق عليه السلام: قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة، وذلك بين آدم ونوح في الفترة، ولو سألت هؤلاء عن هذا لقالوا لن تخلو الأرض من الحجة، وكذبوا. إنما ذلك شيء بدا لله عز وجل فيه، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إنما ذلك شيء بدا لله عز وجل فيه، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يكمل الإمام الصادق عليه السلام يقول: وقد كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فترة،
وقد كان بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبي، لم يكن في الأرض نبي ولا رسول ولا عالم، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا، بشيرا ونذيرا وداعيا إليه. في الأصول 16 في صفحة 197 كتاب زيد النرسي، هذا هو الكتاب الأصول 16، هذا يقول من الأصول الأولية، مجموعة من كتب الرواية الأولية في عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام، تحقيق ضياء الدين المحمودي بمساعدة نعمة الله الجليلي مهدي غلام. هذه هي الأصول 16، مجموعة من كتب الرواية الأولية في عصر الأئمة المعصومين، تحقيق ضياء الدين المحمودي، المساعد نعمة الله الجليلي ومهدي غلام علي، قم دار الحديث. هذا هو الكتاب، هذا هو المصدر. يوجد كلام في التصدير في المقدمة، لا نريد أن نأخذ من الوقت، نترك الأمر لكم لمراجعة ما في مقدمة الكتاب. كتاب سيد النرسي نفس المصدر، الأصول 16، كتاب زيد النرسي في صفحة 197، هذه الرواية 169-16، هذا زيد عن محمد بن علي الحلبي، إذا الراوي زيد النرسي عن محمد بن علي الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام. هذا استفهام، هذا سؤال، قلت له أي الحلبي يتحدث، كانت الدنيا قط منذ كانت وليس في الأرض حجة؟ هذه جواب الإمام، قال عليه السلام قد كانت الأرض وليس فيها رسول ولا نبي ولا حجة، وذلك بين آدم ونوح في الفترة، بين آدم ونوح في الفترة، ولو سألت هؤلاء الزنادقة المرجئة الشيعة القبورية عن هذا لقالوا لن تخلو الأرض من الحجة، وكذبوا وكذبوا. وأيضا يذكر يقول وقد كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد فترة من الزمان، فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبي ولا رسول ولا عالم، فبعث الله محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إليه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.